هذه مسيرة نقابية انضمتها مركزيات مغربية كبيرة من أجل يعني التعبير عن صوت الشغيلة التي تعاني من سياسات التقشف، التي تعاني يعني من فقدان مكتسباتها لا على مستوى التقاعد ولا على مستوى يعني قدرتها الشرائية ولا بالخصوص على مستوى الشغل، لأننا اليوم نشاهد يعني واحد العدد ديال التسريحات العشوائية التي تتم يعني بخرق للقانون. نلاحظ كذلك تجريم العمل النقابي، يعني فكل هذه الحقوق التي انتزعتها الشغيلة بفضل نضالاتها المستميتة. لا يعني احنا مع كل أسف نحلم بالديمقراطية الكبيرة، الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية والديمقراطية الاجتماعية. نحن نرى اليوم بأن يعني تعطيل الحوار الاجتماعي هو شيء يسيء إلى إمكانية البناء الديمقراطي في بلادنا، ونرى بأن الحكومة اليوم هي تسير في نفس المسار الذي سارت فيه يعني الحكومات السابقة. هذه المسيرة هي مسيرة كذلك لتقول لا، نحن نريد أن نسترجع جانبا كبيرا من سيادتنا الوطنية وأن نختار وأن نحترم الشغل بالنسبة للشغيلة وبالنسبة للشباب الصاعد، وشكرا لكم.